من ضمن المشاريع السبع التي دشنها ولي العهد يوم أمس مركز متخصص بتطوير هياكل الطائرات وتركيبها، لتتوجه السعودية بشكل تدريجي للاكتفاء الوطني بهذا المجال، بالإضافة إلى توطين كافة الوظائف داخل المصنع أو الذخائر أو ما يندرج تحتها أو قطع الغيار أو الهياكل إلى آخره. مركز متخصص بتطوير هياكل الطائرات دشنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كواحد من المشاريع السبعة التي ستنقل البلاد إلى الريادة في عالم التصنيع والتقنية بحلول العقد المقبل كما هو مخطط. المصنع الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط يقع في المنطقة الصناعية بمطار الملك خالد بمساحة 27 ألف متر مربع للمرحلة الأولى و92 ألف متر مربع للمرحلة الثانية، ويحتوي على 16 آلة من أحدث الآلات والمعدات في صناعة هياكل الطائرات في العالم، باستطاعتها صناعة أجزاء طائرات تتراوح مقاساتها من متر إلى 9 أمتار للمرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية صناعة أجزاء تتراوح مقاساتها من 9 أمتار إلى 38 مترا. يتميز المصنع بمرونة لاستقبال الطلبات وتصنيع الهياكل بمختلف أحجامها بنوعيها المدني والحربي. أما الأهم فهو توطين كافة الوظائف داخل المصنع، سواء كانت هندسة ميكانيكية أو كهربائية أو أنظمة طيران. أحلام اليعقوب، العربية، الرياض. ينضم إلينا الأكاديمي السعودي الدكتور نبيل كوشك. دكتور نبيل، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة الرابعة. عدة مشاريع علمية دشنها ولي العهد السعودي يوم أمس: مفاعل بحثي نووي، مركز للجينيوم الوطني، مركز للطائرات وهياكل الطائرات. إذا ما توقفنا على مركز الجينيوم ربما حتى يأخذ المشاهد فكرة أوسع عن هذا الموضوع، لماذا المجتمع السعودي يحتاج هذا المركز، مركز الجينيوم؟ نعم، طبعا لا شك أنه هذه السبع مشاريع الاستراتيجية اللي أطلقها سمو ولي العهد البارحة كانت هي نوعية في مجالات تقنية وواعدة تساهم في تنمية اقتصادية، وليست مجالات ليس هناك أثر على التنمية الاقتصادية، وهذا مهم جدا. طبعا كان في مجال تحلية المياه، وأيضا في مجال الطاقة الذرية والطاقة المتجددة، وأيضا في مجال الطب الجيني، وأيضا في مجال صناعة الطائرات. في كل من هذه الأربع مجالات تشير الدراسات عالميا أن هذه من المجالات والتقنيات الحيوية الواعدة، استثمار المملكة فيها في البحث العلمي والتطوير وأيضا تحويل المخرجات إلى صناعة تساهم في تنمية اقتصادية في المملكة العربية السعودية كان توجه مهم وأساسي في تدشين السبع مشروعات، وإعطاء رسالة أن المملكة تستثمر في المستقبل. طبعا بالإضافة كان تدشين 4 حاضنات تقنية، ونعرف في العالم أهمية الحاضنات التقنية بالشراكة مع بادل ومدينة الملك عبد العزيز والعلوم التقنية في أنها تحتضن الأفكار الإبداعية والابتكار وتحولها إلى منتجات وشركات ناشئة تساهم في تنمية اقتصاد مزدهر. نعود على سؤالكم تحديدا، هذا المجال تحديدا له أبحاث تطبيقية تساهم في العلاج وتساهم في تحسين الصحة العامة في المملكة العربية السعودية. ماذا عن المفاعل البحثي النووي أيضا دكتور نبيل؟ نعم، طبعا هذا المفاعل هو مهم جدا لأنه الطاقة في العالم تتوجه نحو يعني مصادر للطاقة مختلفة عن المصادر المبنية على الموارد الطبيعية مثل النفط، وهذا رسالة مهمة. وجود أيضا معالي وزير الطاقة في هذا التدشين لسمو ولي العهد ورئيس مدينة الملك عبد العزيز والتقنية كان أن هناك استثمار في البحث العلمي والتطوير في هذا القطاع الهام وهو المفاعل الذري، وأيضا الطاقة المتجددة، لأنه الطاقة المتجددة تشهد تسارع في العالم، ينبغي للمملكة أن يكون لها باع في البحث العلمي والتقنية والتطوير في هذا المجال الحيوي مؤثر على صناعة الطاقة في العالم. جيد، هذه المشاريع يشغلها كوادر سعودية كما جاء في هذا الخبر 100% تقريبا،
يعني هذه مجالات علمية وتقنية متطورة دكتور نبيل. نعم. أنت كنت عميدا لكلية الأمير محمد بن سلمان وكذلك في جامعة الباحة. صحيح. يعني هل لدينا كوادر سعودية مؤهلة بهذا الشكل للتعامل مع هذه التقنيات المتطورة والمتقدمة؟ التخصص النووي هذا التخصص جديد علينا لا نعرفه ربما، فهل لدينا هذه الكوادر التي يمكن أن تعمل في هذه المشاريع المتطورة والمتقدمة؟ ألا نحتاج إلى خبرات أجنبية في هذا المجال؟ أولا يعني إحنا الآن بدأنا نقطف في المملكة العربية السعودية للمشروع التاريخي والعظيم وهو مشروع الابتعاث. هناك كوادر تعود للمملكة في كل يوم تنهي بعثاتها وفي مجالات حيوية ومهمة، وركزت برامج الابتعاث في السنوات الأخيرة على التخصصات النوعية والهامة والتي تخدم تحقيق رؤية المملكة 2030. طبعا هذا لا يمنعنا أكيد في بعض المجالات أن يكون هناك استعانة بالخبراء في العالم، وهذا طبيعة البحث العلمي أنه يحتاج كما يحتاج ويبنى على الكوادر، لكن أهمية التوطين في هذه القطاعات مهم جدا في البحث العلمي والتوطين. وأيضا لا شك أن هناك كفاءات الآن تعود لنا من برنامج الابتعاث، كان توجه يعني سمو ولي العهد واضح أن التركيز على بناء كفاءات وطنية في البحث العلمي والتطوير والتنمية، وأيضا نفتح الباب للمجال للاستفادة من متى يمكن أن تظهر نتائج هذه المشاريع دكتور نبيل؟ متى يمكن أن نقطف ثمار هذه المشاريع سريعا؟ هو الجميل أنه في كان مشروع مبادرتين كانت واضحة أنه هي في مرحلة تصنيع مثل ألواح لها علاقة بالطاقة الشمسية، فهذه دخلت طور التصنيع فهيكون لها أثر في تنمية صناعية. الحاضنات طبعا في برامجها تاخذ احيانا من 6 شهور الى سنه، وتخرج المشاريع والتقنيات الى شركات ناشئه تنزل للسوق وتنافس. نعم، شكرا جزيلا لك. من الرياض كان معنا الاكاديمي السعودي الدكتور نبيل كوشك.